السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشباب، يا مرحبا ويا مسهلا. المعذرة أن أتأخرت في الحلقة لأني شغلت الفترة الأخيرة. طيب، خلوني أعيد أسلوبي مع الإفيوتي. قلنا عندي تشكيلتين، اللي هي الأولى والثانية. لنفترض أن الأولى إسبانية والثانية إيطالية. ممتاز، فألعب مباراة بالإسبانية ومباراة بالإيطالية. قلنا الهدف هذا من هذا الشيء حاجتين، اللي هي إيش؟ الأولى أني راح أستغني عن كروت اللياقة، ما راح أحتاجها إلا في حالات نادرة. أما الثانية راح ألعب مباريات أكثر حتى أوفر عقود للاعبين، فقط بهذا الشكل. طيب، حاليا أنا هنا في الديفيجن 7 للأسف، كله بسبب أول 5 مباريات. فنعم، إن شاء الله راح نحسن من هذا الشيء، ومثل ما قلنا هذه السلسلة أبدا ما راح نحط فيها ولا ريال، ونحاول أننا ندبرها بشكل يعني أذكى من كذا. طيب، هذه هي حزمتين طلعت لي من المهمات. خلونا نشوف، نقول بسم الله لعله يطلع شيء. ممتاز، أنا عندي الإنجليزية ومحتاج لاعب من الدوري الإنجليزي. حلو، طلع لي مهاجم ويلسون. خلينا نشوف. طيب، غالبا ما راح احتاج طبعا اي لاعب ما راح ابيعه، لاني ممكن اسوي عليه في تحدي التشكيلات تحدي وينفعني. طيب، خلونا نشوف اللي بعده ان شاء الله يا رب. انا ما اعتقد انه باكجات باكجات التحديات بيطلع لي شيء كويس، لكن الحمد لله على كل حال. اوكي، خلينا نوديها. ممتاز. طيب خلاص، خلينا نبيع هذه. حلو. طيب، هذه هي التشكيلة الحالية الإيطالية، تمام؟ خلونا نشوف من اللي راح يواجهنا الآن. أوكي، هذا عنده نجوم الدوري الإيطالي. أوكي، تمام، والله مشكلة، الله يعين. أي والله، الله يعين. للأسف التشكيلة كانت جدا سيئة. الحارس كان سبب يعني من أي شوطة هدف. فالخطة كالآتي، راح أغير الحراس وأشوف بعد مين بجيب. الوضع هذا ما ينسكت عليه أبد، لو أجيب أي شيء مشي حالك، لكن ولا أني أقعد على هذا الحارس، سواء بالتشكيلة الإنجليزية والإيطالية. طيب، خلوني بس أضبط ال... أنا جبت واحد اللي هو مين؟ لا إله إلا الله. يا الله يا شيخ، أي كيفن لازانيا. نعم، خليني أشوف
أيوة هذا هو. طبعا هذا مهاجم لكن ما جربته إلى الآن، ف إن شاء الله نبيض الوجه. شوف عندنا هنا سانشو. أوكي طيب، مثل ما قلنا راح أغير الحراس من التشكيلتين طبعا، وهنا لازم أجيب طبعا لا أنسى ويلسون علشان ما أتلخبط، وبطير إينو اللاعب الياباني في الجناح الياباني عفوا، وخلونا نشوف عاد وش يطلع معنا. وهذا الحارس هذا جيد لكن في أفضل منه. ورجعنا من جديد الآن وجبنا هذا الحارس، ما أدري يعني إن شاء الله أنه يطلع أفضل من اللي قبل. وجبنا جناح هولندي مثل ما أنتم شايفين، ومن التشكيل الإيطالية جبت الحارس بيرين، فخلينا نشوف أول مباراة مع هذه التشكيلة، ويا رب نطيح بخصم عادي. أوه أوكي هذا جاي من هجوم الدوري الألماني، يعني المباراة بتكون صعبة للأسف. الله يستر، والله العظيم قاعد يشكل خطورة من البداية. الله جري، تكفى يا جري، تكفى يا وحش، تكفى يا الذيب. الله أكبر يا أخي، والله العظيم هذا اللاعب قسم بالله يا شباب، والله لازم تجربونه، رخيص يعني ما يكلف، أتوقع أني شاريه بألف وشي، لكن أداءه أسطوري. يلا المشكلة انه هو ماسك اللعب يعني، فمستغرب انه ما جاب اهداف الى الان. يا رب ارمسترونج صانع اللعب، تكفى يا شيخ. الله اكبر يا شفت الحركة هذه، الحركة اللي انا سويتها الان هذه يسوونها فيني كثيرين، ترفع الضغط، اتمنى يلغونها قسم بالله ترفع الضغط. تكفى يا ويلسون، لا يا شيخ لا. ايوه هذا هدف، والله حطها، والله حطها، حطها بنت كلب في زاوية ضيقة بعد، استاهل. فرق والله فرق كبير، عنده أسماء وعنده تشكيلة، فمتوقع أني ما أفوز، لكن قاعد أحاول وأدي مثل ما قلنا، هذه مرحلة بناء إلى الآن. الله يستر، خلاص واضحة واضحة بيرجع. المشكلة عندي الريكورد يعني طايح. الله تكفى يا جري، ما تخيب امال يا جري يا كبير يا وحش. الله اكبر الله اكبر، قسم بالله العظيم يعني انا والله صوتي تعبان يا اخوان معليش، لكن والله العظيم جري خلص الكلام فيه، لازم تجرب، لازم تجربونه. ايوه يا شيخ وش ذا، اعوذ بالله. خلونا نشوف الاحصائيات، قسم بالله ان شاء الله بس الله يعدي المباراة دي على خير يكون فوز. طيب يلا ايوه تكفى تكفى يا اسطورة يا اخي، والله العظيم فريق محترم الآن بدأ يطلع شكل الفريق، بدأ التعديلات وهذه بدأ يطلع شكل الفريق. ويلسون يا أخي ما أدري كيف عدت، يجي يجي لا ما يجي. يا رب يا رب أي شيء
هذه هدف. الحمد لله. الله أكبر، الله أكبر يا جري. قسم بالله خلاص أنا ما عاد أقدر أقول شيء. أنتم لكم الحكم. يا رب يجي سادس. يجي لا يا شيخ. أي شيء يا عين عليك يا أرمسترونغ. خلاص فريق محترم. أنا الآن أمتلك فريق يعني فك أزمة إلى الآن. يلا هدف لمجرد هدف يعني ما راح يعني يأثر. استاهل. أنا استهبلت والله العظيم استهبلت. وتنتهي المباراة الآن بفوز يعني ساحق. الحمد لله على كل حال. مثل ما قلت تذكرون يوم أقول أبغى مهاجم بس مهاجم وتشوفون كيف اللعب. نعم الآن أمتلك مهاجمين وليس مهاجم واحد. فهذه بداية خير وإن شاء الله نشوف الإيطالية مع بعض. وكان فوز يعني محترم مستحق. طيب هذا هو اي هذه نقاط الفوت شامبيونز. ممتاز. طبعا اكيد اني ما راح العب الفوت هذا الاسبوع بسبب احتاج وقت يعني ما مرحلة بناء هذه باقي. طب خلونا نلقي يعني نظرة سريعة للمهمات. حلو ممتاز. طبعا هذه اكيد نلقى فيها عقود واشياء حلوه. ف اوكي خلونا نشوف الان. بسم الله ممتاز. يعني مثل ما قلت يعني هو الهدف انه انا اوفر عقود ويكون عندي اكبر عدد من العقود واللياقه عموما. طيب خلونا نروح على التشكيلات. هذه هي الإيطالية اللي راح ألعب فيها الآن. بس يبغالي شوية تعديل. يا ساتر. لا لا هذا عادي. لكن تشكيل إسباني يعني ممتاز عنده وسط كويس فراح تكون مباراة متكافئة إلى حد ما فأتوقع كذا. لكن نشوف. فلا يا لي الله يستر. حلوة. ياهو ياهو وش ذا اللعب ذا. روح يا عمري عاد يا اخي والله موريل اسطورة. موريل لا احد يكلمني فيه رجاء من اول من ايام فيفا اللي قبل. قسم بالله ما ادري ايش اقول. يا لوح يا لوح هذه الكور اللي تخاف منها يا اخي. الله يستر اخاف اندم منها بسبب هذه الفرصه والله العظيم. ما ادري كيف ضاعت. ايوه خلاص استاهل. لو اني جايب اللي قبل كان الحين العب مرتاح طبيعي يعني ما يبغى لها. والله رغم ان المباراة متكافئة لكن مقهور والله العظيم مقهور على الفرصة اللي فاتت.
ما استبعد الحين نجيب الثاني و... ها استلم عنده وسط مرتب. يلا اطلع يا شيخ اطلع اطلع الله يرحم والديك اطلع. يلا يا مرعل تكفى الامل الوحيد في الفريق. ايش بيسوي ذا؟ ايش بيسوي ذا؟ القم على جبهتك. هذا اللي بيصير، هذا اللي بيصير، نعم هذا اللي هذا اللي يسويها الان. ابكي على يا الله. خليني بس اعدل شوي، ابغى واحد يدز يعني قدام موريل. حط سيميوني ورا ونشوف الحين كيف يطلع. تكفى يا شيخ. يلا يا ساتر يا ساتر يا الله. ايوه ايش يعني تنحسب خساره ولا ايش؟ ومن مين انقطع اصلا؟ النت عندي تمام يعني ما في مشكله. اتوقع من عند اي والله من عنده صح. طيب هذه تنحسب كيف الحين؟ يا رب. خسارة. يلا ما هي مشكلة، أهم شيء إنه ما يطلع. طبعا هذه هي التشكيلة الإيطالية، يبغى لها تعديل كبير، والآن راح أعدل بعض الأشياء قبل ما نكمل فيها. هذه هي اللي عدلت الآن، جبت محور، جبت بيلوتي و قلب دفاع محترم عليه الكلام، لكن الظهير ودي اني اجيب لكن حاليا ما عندي كوينز. فهذا يعني مقدم شغل كويس الى الان. وهذه هي الانجليزية قدامكم. هذا اللي كان عندنا اليوم، وانا اعتذر اشد الاعتذار على التأخير، لكن انشغلت وان شاء الله القادم أفضل. أحتاج بس شوية وقت حتى أني يعني أستمر بهذا الشكل. شكرا على الدعم، نراكم على خير في أمان الله.